كثير من اللي يزعمون طلب العلم، انتبهوا، كثير من اللي يزعمون طلب العلم ولم يتعلموا على العلماء يسألون أسئلة كثيرة في المواقع، أسئلة كثيرة في المواقع أضلت كثيرا منهم لما سألوها أضلت. فالواجب الاقتصار على ما يحتاجه الإنسان، على ما يحتاجه الإنسان. وهؤلاء المتعالمون يقولون هذا من تعلم العلم، هذا من الجهل، وليس هو من تعلم العلم. تعلم العلم أن تتعلم ما تحتاج إليه في عقيدتك، في عبادتك، في سلوكك، تسأل عما تحتاج إليه. نعم.